أكدت الحكومة أن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لم تدرج مصر على قائمة الملاحظات الدولية المقرر مناقشتها خلال فعاليات الدورة 12 بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي المقرر انعقاده في جنيف مطلع شهر يونيو المقبل. وقال وزير العمل إن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024 يؤكد امتثالها لمعايير العمل الدولية وسياستها المتجهة نحو المزيد من الحماية والرعاية للعمال، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. استقبل وزير البترول طارق الملا رئيس شركة إناب سيبترول التشيلية، حيث تم بحث أنشطة الشركة في مصر وخططها المستقبلية في مناطق عملياتها بالصحراء الغربية والشرقية. خلال اللقاء أشاد الوزير برغبة الشركة في الاستحواذ على مناطق امتياز جديدة وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج وضخ استثمارات إضافية في قطاع البترول. ويبلغ إجمالي استثمارات الشركة في مصر حتى الآن نحو 581 مليون دولار، ويبلغ إجمالي إنتاجها الحالي حوالي 10,000 برميل يومياً. وإلى سوق المال، حيث سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات مستهل تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بختام التعاملات نحو 87 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 1,752 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 13 مليار و300 مليون جنيه. وقفز مؤشر السوق الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 4.49% ليصل إلى مستوى 27,315 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 3.91% ليصل إلى مستوى 5,886 نقطة. شملت الارتفاعات مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 4.59% ليصل إلى مستوى 8,535 نقطة. وقعت الكويت عقودا تشتري بموجبها نحو 500 ميجاوات من الكهرباء من خلال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي. وأكدت وزارة الكهرباء الكويتية أن التعاقد يتضمن شراء 300 ميجاوات من سلطنة عمان و200 ميجاوات من قطر، مشيرة إلى أن التعاقد يمتد من أول يونيو إلى 31 من أغسطس. حققت موازنة قطر خلال الربع الأول من العام الجاري فائضا بقيمة ملياري ريال في انخفاض عن 19 مليار و700 مليون ريال فائض مسجل في الربع ذاته من العام الماضي. وفقا لوزارة المالية، سجلت إيرادات الغاز انخفاضا خلال هذه الفترة لتصل إلى 47 مليار و300 مليون ريال مع نهاية الربع الأول، مقارنة ب 64 مليار و400 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. قفزت أسعار النيكل لأعلى مستوى في 9 أشهر بعد أعمال عنف في كالديونيا الجديدة غرب المحيط الهادئ، ما أدى إلى تعطل الإنتاج لدى الأراضي التابعة لفرنسا والتي لديها أكبر رواسب للمعدن في العالم. وقفزت العقود الآجلة لمعدن النيكل الذي يعتبر عنصرا أساسيا في عملية تصنيع السيارات الكهربائية بنحو 7% في بورصة لندن للمعادن لتسجل نحو 21,100 دولار للطن.